أبو محمد أنا بس أسلم. عندي سؤال، بما أنه العام هذا يعني كان لك يعني تجربة جميلة في الحياة الزوجية تمام، وجاك محمد اللهم المولود الحمد. الأول صح؟ إيه نعم. فهذه يعني إضافة جميلة وجديدة في حياتك يعني اللهم. كانت هذا العام إيه كيف كانت يعني المشاعر، وكيف كانت هذه يعني الإضافة بعد الزواج وبعد قدوم محمد الله يحفظه؟ والله اللهم لك الحمد، يعني لا شك أنه الشخص لازم أنه يعني ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، بعد مرحلة العزوبية مرحلة الزواج، وبعد الزواج أسأل الله أن يرزق الجميع بالذرية الصالحة، اللهم ارزق كل محروم يا ربي يا كريم في هذا اليوم الفضيل. لا شك أنه كل مرحلة، مرحلة الزواج قبل الأبناء لها تعامل خاص، ومرحلة بعد الأبناء، ولكن الإيمان الوحيد اللي يجب أن يؤمن به كل أب يرزق بأول أبنائه أو بناته، هو أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل برزق هذا الأب كما تكفل برزقك وأوصلك إلى ما أنت وصلت إليه من حال. لذلك أنا أعتقد أنه من أهم الأمور اللي اللهم لك الحمد أسأل الله أن يرزقني إياها، هي الإيمان التام بأن الله سبحانه وتعالى يعني قد تكفل برزق هذا الابن، سواء كان رزقه المادي أو رزقه المستقبلي. لذلك اللهم لك الحمد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أسأل الله العظيم أن يجعل هذا الابن من أئمة المسلمين يا ربي يا كريم. لا ماشي.